نشر المركز الإعلامي للبرنامج السعودي للتنمية والإعمار تصريحات للعاملين في محطات توليد الكهرباء توضح الفرق الذي أحدثته منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة في استمرار عمل الشبكة الكهربائية في المحافظات المحررة. قبل وجود المنحة كان القطاعات مستمرة وكان الوصول للديتا يتأخر لفترات طويلة، فمنذ وصول المنحة السعودية أدى ذلك إلى استقرار من حيث التوليد واستقرار تدفق المشتقات النفطية للمحطة، مما أدى لاستقرار الشبكة الكهربائية في المحافظات. طبعا في فارق كبير بعد توفير الوقود، استمرارية عمل المولدات. كان السابق لما عدم توفر كان عادة في نهاية كل شهر تنقطع علينا الوقود، فنضطر إلى تخفيض ساعات تشغيل المولدات وزيادة ساعات تشغيل المواطنين.